بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لموضوعنا فيما يخص التفاضل والتكامل بمتغير واحد، أي أنه لاحقا سندرس التفاضل والتكامل بمتغيرات بأكثر من متغير، وما يسمى مالتي فاريبل كالكولوس، هذا سنجل فاريبل كالكولوس. عندي هذه الفكرة، عندي اف اكس تساوي x كيوب ماينس 4x سكوير بلس 5x ماينس 7، أو x تكعيب ناقص 4x تربيع زائد 5x ناقص 7. طيب، هنا سأكتب إلى الجانب، لو أنا أخذت أن ال f الصفر، أعوض صفر لأن ال x كلها، عفوا ال x كلها صفر صفر صفر، يبقى عندي f الصفر يساوي سالب 7. طيب، لو شققنا الآن فإكس تكعيب هي عبارة عن 3 إكس تربيع ناقص 8X زائد 5. طيب، لو عوضنا هنا أيضا فمشتق صفر صفر، إذا تذهب هذه إذا هذه، يبقى عندي كم؟ يبقى عندي، يبقى عندي الخمسة. خذ المشتقة الثانية، سأعطيك 6X ناقص 8، لا عوض فيها مقدار الصفر، سيعطيك بأنه سالب 8. المشتقة الثالثة سيعطيك أنها 6، لا عوض أيضا فيها، بدون التعوض هي ستكون 6. طيب، هذا ما أعطانا إياه السؤال. دعنا الآن نتذكر ما درسنا، يعني في قاعدة أويلر أو في العدد E، نتذكر الذي درسناه. نقول بأنه كانت عندي الصورة، أصغر اللون، الصورة كانت بهذه أو بهذا الشكل F. عندي هنا F الX أو F بهذا الإطار، أعتذر، على الكي، يعني هو الضرب العامي له إكس تو كي تساوي في الصفر زائد، لاحظ قلنا بعدها يأتي دائما المشتقة الأولى دي الإف على دي الاكس بهذا الشكل، نضع، نتذكر نعوض صفر ونضع الاكس زائد واحد على مفكوك الاثنين، نضعها بهذا الشكل. الآن المشتقة الثانية دي اثنين الاف على دي الاكس اثنين، أيضا نضع الصفر ونضع انها اكس تربيع زائد واحد على ثلاثة دي تكعيب الاف على دي اكس تكعيب، ايضا نضع صفر عبارة عن اكس تكعيب. طيب، هذا يعني ما توصلنا اليه في الفيديوهات السابقة. دعنا الآن نحاول قدر الإمكان أن نصل، يعني هنا أو نحاول أن نصل. لاحظ إف الصفر، فقط أنا أعطيك يعني إف الصفر كم كان، كم كانت إف الصفر؟ سالب 7. نضعها هنا، نقول سالب 7. طيب،
اف الاكس كم كان عندي؟ يعني هنا عفوا المشتقة الأولى كانت عندي كما هو واضح عندك، كانت عندك 5، هي تأخذ مكان هذا الكلام في عند الصفر طبعا، فنقول أنها 5، الإكس موجودة ناقص الآن عفوا الآن الزائد المشتقة. الآن انتهينا من هذا الطرف من هذا الطرف، بقي عندي الآن هذا الطرف، بقي عندي هذا الطرف أولا، أعرف هذا الطرف زائد 1 على 2، لأنه واحد مفكوك الاثنين هو 2 ضرب 1 يعني 2. المشتقة الثانية كم كانت عندي؟ ضرب سالب 8، هي سالب 8، وعندي الإكس تربيع تأتي معها. هنا دعني حتى لا أحصل نفس، أقول بأنها ضرب، أضعها نقطة. طيب هنا المشتقة الثالثة كم كانت عندي؟ كانت عندي ها هي 6، نقول زائد 1 على 3، مفكوك التلاتة، 3 ضرب 2 ضرب 1 يعني 6. المشتقة الثالثة هي عبارة عن 6 إكس تكعيب. إذا من هنا أحاول أن أرتبها. إذا أقول الآن أرتبها دائما، أقول سالب 7 6 مع 6 تذهب، بقي عندي الإكس تكعيب. طيب نص ضرب سالب 8، يبقى عندي سالب 4 إكس تربيع، انتهيت منها، زائد 5 إكس طبعا ناقص 7 نفيتها، أعتذر، نقول أنها ناقص 7. لاحظ ما الذي جرى هنا، لاحظ ما الذي جرى هنا، إلى ماذا عدنا يعني؟ إلى ماذا عدنا؟ عدنا إلى الاقتران الأصلي، ها هو الاقتران الأصلي. إذا نستطيع أن نقول بأن بهذه القاعدة أو بهذا الأسلوب نستطيع أن دائما أن نصل أن نختزل الاقتران الأصلي، يعني نستطيع أن نبسط العملية، نراها أنها دائما هذه السلسلة تعطيني دائما الحل في نهاية التوحيد. إذا يطلق على هذا الأسلوب، أنا يعني أحببت أن أريكم إياه، يطلق على هذا الأسلوب متسلسلة تايلور. أحببت أن أبدأ بالحل مباشرة، متسلسلة تايلور يطلق على هذا الكلام. لاحظ باستخدام هذا الأسلوب، باستخدام هذا الأسلوب واشتقاق، يعني هو نختزل يعني كل مشتقة، كل مشتقة الأولى، مشتقة الثانية، مشتقة الثالثة، لكثير الحدود. لاحظ أن عندي هنا كثير الحدود، كم هو واضح عندي كثير الحدود، فالمشتقات العليا لكثير الحدود، يعني بالنهاية هنا طبعا احنا هنا نسيت أن نقول أنه سنشتق في النهاية الستة، كانت عندي آخر شيء وصلت عندي مشتق الستة، مشتقتها صفر، فلا أخذها بعين الحسبان. هي كثير الحدود، يعني ترتيبه في متسلسلة، متسلسلة عفوا سلسلة تايلور، سيعود أو سيعطيني مرة أخرى، سيعطيني الاقتران الأصلي. طيب لاحظت هنا يعني كيف أنه الكلام بسيط. طيب لو أردنا مثلا أن نطبقها مثلا على الإي، لو قلنا على الإي اي الاكس اي تا اكس، طب معروف ان الاي، احنا قلنا ان الاي تقريبا تساوي 2.72 عدد النايبري 2.72 تقريبا. لو اردنا ان نطبقها عليه الان، لاحظ يعني اي تو ذا اكس المشتقة دائما اي تو ذا اكس ستكون عندي دائما e to the x بدايته زائد مشتقته e to the x في ال x زائد 1 على 2، أيضا مشتقة ال e to the x هي e to the x
مضروبة في الإكس تربيع زائد واحد على ثلاثة، يعني هو أيضا عندي المفكوك اي تو ذا إكس، إكس تكعيب زائد، الآن ماذا سأعمل أيضا؟ أكمل واحد على الأربعة، مفكوك الأربعة اي تو ذا إكس، إكس أربعة. طيب أنا أكمل أيضا، أعتذر. طيب لاحظ هنا، لو أردنا الآن أن نعوض في كل واحد الصفر، هنا e to the x هي تساوي واحد، هنا e to the x أيضا صفر يساوي أيضا في هذا الإطار واحد، هي زائد الآن سيكون نص ضرب واحد، وهنا سيكون عندي سدس ضرب سدس الآن ضرب واحد، زائد الآن واحد على 24 إلى ما لا نهاية. لاحظ سأعطيك في النهاية تقريبا، يعني لو أنت استمرت أن سأعطيك أيضا هنا واحد على 120، أعطيك أنه تقريبا عبارة عن 2.72 تقريبا، يعني بهذه الصورة. إذا نستطيع اختزال أي اقتران موجود عندنا في قاعدة تايلور. طيب لو أردنا أن نجرب مثلا، لو قلنا مثلا الساين أيضا عليه، نجرب الساين أيضا، ساين إكس. طيب هنا فقط نكتب ساين إكس مشتقته كوساين إكس مشتقته ساين كوساين سالب ساين الإكس مشتقته سالب كوساين الإكس، وبهذا الإطار. طبعا كل مرة أعوض صفر هنا سيعطيني دائما عند الساين، سيعطيني دائما صفر، عند ساين الصفر ساين الصفر صفر، هنا صفر هنا صفر هنا واحد وهنا سالب واحد. إذا لو أتيح إلي أن أعوضها الآن، أيضا أتذكر مرة أخرى أقول بأن ال F F صفر زائد دي ال F على دي ال X زائد واحد على اثنين دي تربيع الاف على دي الاكس تربيع اكس تربيع زائد واحد على ثلاثة دي الاكس تكعيب اكس تكعيب. طيب الآن لو أردنا أن نعوضها، بداية ساين الصفر قلنا أنه ساين الصفر هو عبارة عن صفر، مشتقته كوساين، مشتقة الأولى كوساين، كوساين الصفر هو عبارة عن واحد، وهذه عبارة عن صفر، هذه عبارة عن سالب واحد. هلم جرى بهذا الإطار. طبعا إذا أستطيع الآن أن آخذ هنا هذا، طبعا الآن سنقول بأن هذا مثلا، هذا عندي الآن هي عبارة عن الإكس، ما هي الإكس، آخذ هذه أيضا هي عبارة أيضا هنا عبارة عن سالب، طبعا أشهرها سالب، سالب واحد على ثلاثة إكس تكعيب. لو أردت أن أكملها أيضا، يعني لو أنا سالب واحد أعيد مرة تصبح صفر، تصبح سالب واحد تعاد،
صفر واحد، يعني إذا أصبح عندي الآن زائد واحد على خمسة أكس خمسة، ولاحظ إذن وهي طيب هذا بماذا يذكرك الدرس الماضي؟ مشتقة الساين هي ماذا عندك؟ كوساين. يعني نستطيع أن نثبت لأنفسنا كما درسنا في الفيديو في فيديوهات السابقة قاعدة أويلر أو الفيديوهان في المساق. إذن هذا عندي كوساين الإكس، يعني هذا الكلام كله الطالب الذي يود أن يدرس ما يعرف في نمبر ثيوري وهي مادة رياضيات شهيرة جدا، يعني كثير من الناس يعني يستهين فيها، لكنها مادة صعبة جدا لها كراسي معينة في جامعة برينستون وماي تي وستانفورد. نظرية الأعداد ها هي، يعني ربطنا الأعداد في الاقترانات المثلثية. في النهاية تعرفنا وإياكم على مسلسل تايلور، أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل دعم الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.